صباح الخير. أهلا، صباح الخير يا ريباي. صباح الخير يا باكي. لماذا نبت إلينا الأصدقاء باكرا هكذا؟ كما تعلمين يا هاني، البارحة عاد كاسبر من السفر، ففكرت في إقامة حفل للترحيب به. أنا الطلاب فعل نباح يا باكي. لقد وصل البارحة في الليل ولا يزال نائما حتى الآن. أشوفه هادئا حتى لا يستيقظ. أنا أريد أن يكون الحفل مفاجأة. حفل مفاجأة؟ لا. لقد أخبرت جميع الأصدقاء وقد أعجبتهم الفكرة كثيرا. إذن أجل ستؤدي ذلك. صحيح، أجل، وستزينها بقطع الفرابلة. أما أورنج فستجلب معها سلة مملوءة بالبرتقال الطازج لصنع عصير البرتقال الذي... فلا شك أن جينجر ستعد بسكوتا زنجبيلا على شكل أسمار، فكاستر يحبه. نعم، وهذا سيصل الآن ليساعدني على تزيين المنزل. هذا رائع. إنه يذكرني بتلك المرة. ويلك يا هاني، وصل حكايتك الطويلة إلى ما بعد. هذا ما أريده منك. لن أفهم. اسمعي، خذي كاستر إلى الحديقة وأخبريه بقصصك حتى لا ينتبه على ما نفعله بشأن الحفل. لا تنزعج يا بابكيك، فأنا لم أنسك. مهمتك أن تنبح وتنبهنا إن حاول كاستر دخول المنزل. انتبهوا انه قادم. تصرف تصرفا حرفيا، اتفقنا؟ صباح الخير. صباح الخير يا ستروبيري. اشتقنا اليك. وانا اشتقت اليكم. ما الذي جاء بك في هذا الوقت المبكر؟ بصراحة اليوم مميز. اقصد ان اليوم منير ومشمس. أجل، معك حق يا هاني. لهذا قررت ستروبيري. أخبريني، ماذا قررت أن تفعلي يا ستروبيري؟ أنا قررت أن أنظف المنزل. لا، هل حقا اليوم ستنظفينا؟ كاستر، رافقني إلى الحديقة. وهل تريدين شيئا؟ في الحقيقة، سأخبرك شيئا بشأن رحلة مثيرة، فهل سمحت أن ترافقني إلى الحديقة؟ نعم، عن أي رحلة؟ أخبريني. رحلة قمت بها. سأقوم بها. رحلة قمت بها أم تخططين للذهاب فيها؟ ربما الاثنان. يبدو الأمر مسليا. يبدو مسليا؟ أرجوك، وما المسلي فيه؟ التحدث عن الرحلات والاستماع إلى قصص عن باي المذهلة. هيا اذهب واستمع إليها. سأذهب، ولكن تعالي معنا. آسفة، علي أن أنظف المنزل هذا اليوم. ها؟ ولماذا اليوم؟ ما دام أن اليوم عطلة وليس لدي شيء مهم لأفعله، قررت تنظيف البيت. هو من الأفضل لي ولك أن تخرج من المنزل. حسنا، كما تشائين. هيا بنا لنذهب ولنستمع إلى قصص الرحلات. مع السلامة. الآن علي أن أسرع. لو أنك رأيت هذا المكان الرائع. شلالات، جبال، أشجار باسقة. كم أتمنى رؤية ذلك المكان، ولكن ألم تقولي لي أنك قد نسيته؟ تذكرته فجأة، ويمكنني أن أصطحبك إليه إن كنت ترغب في ذلك. أجل، هيا لنذهب. لكن هناك مشكلة. وما هي؟ بصراحة، صحيح أنني تذكرت ذلك المكان، ولكنني
مع الأسف الشديد نسيت الطريق. لكنك تعرفين عند تطرق للوقوف. يبدو أنني نسيتها كلها. كلها؟ نعم نسيتها. ماذا؟ من هذا الأجير؟ أهلا كاستارد. لم أرك منذ مدة طويلة. وأنا كذلك يا كاستارد. ما الذي تحملينه؟ قالب حلوى؟ لا، إنها أشياء. أشياء مهمة كانت قد طلبتها مني ستروبيري. ولكن إنجيل غريب، ما الأمر يا حمي؟ ما تلك الأشياء التي داخل الصندوق؟ هذا واضح. إنها حمي. حلقات. حلقات. أجل، حلقات متعددة الألوان وجميلة جدا. لندخل ونرى تلك الحلقات. لا لا أستعي، لا تدخل إلى المنزل أرجوك. أقصد أننا سنذهب في نزهة. نسيت؟ لكن أنا تقول منذ قليل إنك نسيت الطريق. أجل، نسيت أنني قلت هذا. مرحبا، كيف حالك كاستر؟ بخير يا أورانج. أورانج، أنت أيضا تحملين سنة من الحلقات الملونة الجميلة؟ ها؟ يبدو أن هناك اتفاقا لا نعرفه. لقد وصلت إنجيل قبل قليل، وكانت تحمل معها سنة من الحلقات أيضا، لذا أسرع إلى المنزل. صحيح، لقد نسيت، كنت قد نسيت أن هناك قريبا كاستر. هذا غريب جدا، لقد عملتني ببرودة. والآن يا صديقي كاستر، أتود سماع المزيد عن تلك الرحلة التي سنقوم بها؟ لا، أدريني يا صديقتي هاني، أنا لا أقصد إهانتك، ولكن قصتك هذه شوشتني كثيرا، وأحس أنني لم أفعلها أبدا. لأني لم أخبرك بالتفصيلات بعد. أخبرني بها فيما بعد، فأنا الآن أشعر بفضول كبير لرؤية تلك الحلقات الملونة، ولدي رغبة في الدخول إلى المنزل. شمس الكاميرا نجوم العين، شمس الكاميرا نجوم العين، شمس الكاميرا نجوم العين، شمس الكاميرا نجوم العين، ماذا تقولين؟ أغنية اللعبة؟ فالحلقات ما هي إلا لعبة. وإذا أردت أن تتعلم تلك اللعبة وتلعب بها، عليك أن تتعلم كلمات الأغنية وتحفظها. شمس الكاميرا نجوم العين، 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 شمس الكاميرا نجوم العين. أرجو أن تقول هاني باي قد نجحت في إنهاء كاستر. لا شك أنها نجحت، فهاني باي يحب رواية القصص، ولكن المشكلة أن كاستر لا يحب جمع القصص. صراحة وقصص هاني باي مملة قليلا. مسكين كاستر، لا شك أنه يشعر بالحزن، أنا أشفق عليه كثيرا. ربما كان من الأفضل لو أخذته أنا في نزهة عوضا عن هاني باي. كنت لن تتمكن من صنع بسكوت السمك، صحيح؟ إنجيل محقة. وأظن أيضا أن توزيع المهمات كان دقيقا، فكل واحد منا قد أعد ما يتقنه ويظن أن كاستر يحبه. أظن أن أورينج مخطئة. الإشارة يا أخي، إشارة. إنها تحذيرا من باب. إن حاول كاستر دخول المنزل، علينا إخفاء هذه الأشياء. بعدها تحمل أشعاري برتقالا حلوا شهيا، ولذلك تعالوا لزيارتي في أي وقت تشاءون لتتمكنوا من تذوقه. أجل، هذا مؤكد. ويمكننا أيضا إعداد الحلوى بطعم البرتقال. سنفعل. ها؟ أتى؟ لا، ما زال مع هاني، ويقصان رقصة غريبة جدا. على أي حال فلنتابع. هيا. الإشارة. صدقوني لا يمكنكم تخيل حجم الطوافة.
نسيت طوافتك الجديدة، صحيح. نعم، انذار كاذب. لنعد إلى العمل، فليس لدينا وقت نضيعه. الإشادة! الإشادة! إن استمر باب كيت في إطلاق الإنذارات الكاذبة، سنقع في وطأة كبيرة. في الحقيقة هذا يذكرني بقصة الراعي الكاذب. علينا أن نصبر قليلا. سبب في جنة صغير. وبعد ذلك أتى الغساد من الفضاء الخارجي إلى جزيرة الموز كي يسرق الحلقات الملونة. لكنني تصدرت لهم. أجل، فأنا هانيباي. لو تعلم ماذا حدث بعدها، صرت بطلة. وقد أسموني حارسة حلقات جزيرة الموز التي لا تقهر أبدا. تخيل أنهم كتبوا نشيدا خاصا بي. لحظة، سأحاول أن أتذكر كلماته. ماذا كانت يا هانيباي؟ هانيباي يا أشطر شكال، هانيباي بفضلك العدو. لا أحد مهتم بعودتي من السفر، لا يحتفلون بي. حسنا، سأحسب خطائي وسأدخل من هنا. هانيباي يا أشطر شكال، هانيباي يا أشطر شكال. كل شيء معد. هيا ادخلي كاستر. حسنا، لقد اعددنا لك كاستر. هانيباي، من انت؟ لا اجد بلاستر. الى اين ذهب؟ لا ادري، كان هنا منذ لحظه. ربما اختطفه الفضائيون. ماذا؟ لكن ليس هناك فضائيون. صحيح، والامر يسترني. رحل كاستر، يبدو ذلك. لابد انه ليس بعيد، لانه كان هنا منذ لحظه. اذا فلنبحث عنه بسرعه. هذا صحيح، ومن الافضل ايضا ان ناخذ معنا كل ما صنعناه. آسف، أنا نفس التحف. لا تقولي ذلك يا عمي، فأنت لست مذنبة. ابقي هنا، وإذا عاد إلى المنزل أخبرينا. نحن مستعدون. هيا بنا. أتمنى أن يجدوه. ماذا؟ لم نجد. ما أثر له؟ ولا أي دليل. لم نجد له أي أثر. حتى أننا بحثنا عنه عند ضفة النهر، ولم نجد له أي أثر. أين يمكن أن يكون؟ خسارة، كنت أظن أن أصدقائي مشتاقون لي كثيرا، وكنت أظن أنهم سيحتفون اليوم بعودتي من السفر، ولكن يبدو أن لا أحد يهتم هنا. أنا حزين لأن أصدقائي لم يحتفلوا بي. كم تسعدنا عودتك، كم تسعدنا سلامتك، كم تسعدنا إطلالتك يا صديقنا. إذا أنتم سعداء بعودتي؟ بالتأكيد، فأنت صديقنا العزيز يا كاستر. شكرا يا أصحاب. عودة سعيدة يا صديقنا كاستر، رجوعا بالسلامة يا صديقنا كاستر. بعودتك الجميلة كلنا سعداء، رجوعا بالسلامة يا صديقنا كاستر. البارحة عاد كاستر من السفر، فقررت أن أعد له حفلا مفاجئا للترحيب به والتعبير له عن مدى اشتياقنا إليه. كنا قد توزعنا المهمات فيما بيننا، لذلك استطعنا إنجاز ما نود في ساعات قليلة. وهذا ما يؤكد أهمية التعاون والتنظيم. وقد كاد حفلنا يفشل لأن كاستر ظن أننا لا نأمه به، وأخبرنا أنه كان على وشك الرحيل. علينا أن نتوخى الحذر دائما، وألا نغالي في تصرفاتنا، لأن النتائج قد تصبح عكسية علينا.
وأخيرا قبل أن أنسى، أصبح لدى بوب كيت صديقة جديدة. نعم، إنها الفراشة التي كانت السبب في كل تلك الإنذارات الكاذبة. Strawberry shortcake, now you let me come in Strawberry shortcake, and then the big bag in my hand. Strawberry shortcake, you put on my heart, you have a new feel. Strawberry shortcake, you open my mind. Easy daddy, follow ya, I'll be Strawberry shortcake, like a lot of people. Strawberry shortcake, I have a thousand of my power. Strawberry shortcake.